تفسير حلم سقوط الطائرة في المنام. ما دلالات تفسير حلم سقوط الطائرة في المنام ومعناه من خلال كتب التفسير؟ تفسير حلم سقوط الطائرة للعزباء. سقوط الطائرات في المنام من الأحلام التي تراود الكثير ولها دلالات كثيرة حسب حالة الرأي. في تأويل سقوط الطائرة للفتاة العزباء يشير إلى أن الفتاة تسعى وراء أهداف وأمانية يصعب الحصول عليها في الحقيقة، وتشير أيضا إلى ارتباطها بشخص ولكن ستفشل تلك التجربة فيما بعد. تفسير حلم سقوط الطائرة وأنا فيها والنجاة. في ذلك إشارة إلى تعرض الرائي للكثير من المشاكل في حياته، وستكون هناك مشكلة كبرى تؤرقه وتصيبه بالحزن والهم، ولكن سيتغلب عليها بما أنه نجا من الموت في المنام. تفسير حلم سقوط الطائرة واحتراقها. في رؤية سقوط الطائرة واحتراقها إشارة إلى خلاص الرائي من الهموم والمشاكل في حياته وبدء حياة قوية جديدة. وفي رؤية سقوط الطائرة المروحية واحتراقها إشارة إلى فشل في العلاقة الزوجية. كما تشير رؤية سقوط الطائرة واحتراقها والرائي بداخلها إلى إصابة الرائي بأزمة مالية كبرى. تفسير حلم سقوط الطائرة في البحر. في تلك الرؤية إشارة إلى خير كبير للرائي. حصوله للرأي معناها حصول الرأي على مكانة عالية في حياته العامة والمهنية خاصة. تفسير حلم سقوط الطائرة على منزلي. في رؤية سقوط الطائرة على المنزل أو اصطدامها بالمنزل إنذار بسوء، وفيه قد يتعرض الرأي لبعض المشاكل في حياته والخسارة المالية، وفيه أيضا إصابة الرأي بحزن وهم كبير. كما تشير إلى حدوث العديد من التغييرات المهمة في حياة الرائي، ولكن في النهاية سيستقر ويبدأ حياة جديدة سعيدة. تفسير حلم سقوط الطائرة أمامي. في تفسير رؤية سقوط الطائرة أمام الرائي ولم يكن بداخلها، إشارة إلى أن الرائي يسلك طريقا خطأ في حياته وعليه الرجوع عن ذلك الطريق. وقد يكون ذلك إشارة إلى التقصير في الدين والعبادات، وأيضا عدم صلة الرحم كما يجب. تفسير حلم انفجار الطائرة. إشارة إلى حدوث بعض المشاكل الكبيرة للرائي وضياع ما يتمناه وحزنه الشديد لذلك، وقد تدل على انفصال بين الرائي وزوجته أو الرائية وزوجها، وفيه الشعور بخيبة الأمل في بعض الأشخاص أو القرارات التي اتخذها، مما يجعله يندم كثيرا ويصاب بالحزن والأسى. تفسير حلم طائرة تسقط في البحر. تدل رؤية سقوط الطائرة في البحر في المنام على أن الرائي سيتعرض للكثير من التغييرات في حياته، ولكن يتوجب بالإيجاب عليه يتكو... تجوز بالإيجاب عليه، وفيه أيضا أن الرائي سيقوم بالسفر إلى مكان بعيد في وقت قريب، وفيه إشارة إلى أن صاحب الرؤية سينال مالا كثيرا.